جماعه الامور يا اخي مشهورين بشيء اي رياضه لها علاقه بال يعني بالعاب القوى بالقوى البدنيه ما طبعا بالنسبه لابناء الامون يعني بتحسون بضايات ليش يعني محمول ليش محمول لانه نحن سوريين بالنهايه يعني انت كثير بيحس بقلبك انه تشوف والله منتخب سنغافوره صار متطور قرغيزستان تفوز عليك تتعادل مع عمان يعني حقيقة نتائج سلبيه انت صرت ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم السلام عليكم يعطيك العافية خير نجي على الأطول وعلى الأطول وعلى الأقدم هات لنشوف مين أطول بشار كيفك العافية أيام زمان أيام زمان الله يرحم أيام زمان وبرنامجك كنا نستناه من الجمعة للجمعة والله وكنا نستنى الدوري الدوري ما في أحلى من الدوري السوري إن شاء الله يرجع المحبة هيك للبلد لحقت القديم كتير شلون مو القديم كتير يعني أنا بتابع دوري من آخر السبعينات أول ثمانينات آخر السبعينات يعني ملعب البلدي ما بتذكر ملعب البلدي كنت صغير انا ايه بس يعني بنعرف النجوم الكبار نط من الحيطان بدون ما حدا يدفع الحيطان وكذا ايه كنا صغار كنا نروح على الملعب الفرق العربيه كانت تيجي كثير على سوريا اكيد اكيد الاهلي والزمالك طبعا طبعا يعني هو كان اول شغله كان الدوري له طعمه يعني له نكهه خاصه وقت كان ايام الانديه الاهليه يعني مع احترامي للأندية هلا كان الأندية الأهلية غير يعني كانت القصة يعني هيك إنه هنن عم يسووا إلهم فكانت ناجحة مثل أنا بالنادي المجد يعني دمشق الأهلي كان اسمه يعني كان الود والمحبة والهي الله يسامح اللي روح الأسماء هالفرز هذا والفرز طب هلا كان قاسيون قديم قاسيون الوحدة حاليا دمشق الأهلي دمشق الأهلي اللي هو المجد حاليا بردة لساته اسمه بردة بس للأسف شيخ الأندية يعني اندسر صفي نادي درجة ثالثة ككرة قدم كان بالربوة كان في القاسيون الأهلي وقاسيون الأهلي وقاسيون تماما بالربوة كان عندنا فريق كرة سلة كتير كويس بالأهلي نجوم كبار حتى بكرة القدم كان في عندنا نجوم تخرجت من دمشق الأهلي لعبوا على مستوى الوطن العربي لاعبين كتير كبار بتمنى ترجع الأسماء الأهلية لسوريا يعني يرجع دمشق الأهلي في أحلى من هالاسم شو بيمنع الواحد يعني بيرجع يعني إنه القديم أثبت شيء له نتائجه له حبة حتى كذا يعني هلا أتصور قالوا احتراف وقالوا كذا يعني أتصور في بعض الأندية هلا بسوريا يعني حتى بمدينة ما بتلاقي لاعب من نفس المدينة أوكي احتراف بس كمان في نادي في فرق إنه الجمهور يعني نحن بنحكي كثير على اللعيبة بس الجمهور له الوزن الجمهور هو موضوع نتائج وموضوع إمكانيات للأسف صار في فرز كبير هلا بالدوري السوري اللي معه مصاري وعنده إمكانيات وعنده ناس رجال أعمال ممكن يدعموا الفريق بيفرق هلا بيقولوا إنه والشيء اللي عم نشوفه نحن يعني بسوريا في كثير مبادرات وفي كثير مشاريع وكذا بس لكن ينقصها الإدارة كونك إداري أنت من جوا بتشوف إنه صعب ينجح الواحد بالإدارة بسوريا هلا هو مو موضوع صعب بده أسلوب صعب ولا أنت بدك تعطيه إمكانيات بدك تعطيه مو موضوع بس المادة يعني تصور أنا مثلا أنا كنت إداري منتخب شباب وأولمبي أيام نروح على الملعب ما نقدر نفوت على الملعب قافل ورايح الموظف أكثر من مرة ننط من فوق السور وكذا يعني هاي بدول العالم ما بنلاقيها ما بنشوفها رغم الإمكانيات اللي موجودة كان في أقنية تجي تشتري أوكي ما هي؟ لأنه في جماهيرية كتير كبيرة عنا الجمهور عاشق أرقام عالية يعني عاشق جدا لكرة القدم يعني نحن أنا كان معي منتخب 2007 وترحنا كأس عالم كانوا الشباب أغلبيتهم بيلعبوا في فريق الرجال وكذا يعني تسوقوا وراحوا لعبوا برا أغلبيتهم الشباب وهي بس مثل ما تفضلت إجانا شركات وإجانا يعني أنا بتذكر أيام الدكتور أحمد باع الدوري ب85 مليون أحمد جبان دكتور أحمد جبان اللي هو رئيس اتحاد كرة القدم السنة اللي قبلها كان من باعه ب17 مليون 18 مليون السنة اللي بعدها بعد بكم شهر باعه ب85 مليون ليرة يعني هديك الأثناء
وصار في تسويق وصار في دعم للأندية يعني. بس يعني وقت اجوا المصاري صاروا يتوزعوا للأندية، تنعنشت الأندية، صار في عقود يدفعوا، انسمح بكم لاعب أجنبي. صحيح في لاعبين اجوا خلبيين مثل ما بيقولوا، في من وراها موضوع ما بدي أقول موضوع تجارة أو غير تجارة، بس ما كانوا متوفقين فيهم. وفي لاعبين كتير رائعين. أنا أخي بشار الله يسلمك. يعني هذا المشروع أنت عامله يعني لمجموعة من الشباب؟ مساعدهم أنا معنويا بس. نعم معنويا بس. معنويا هلا مؤقت، معنويا وماديا يمكن. شو صفي يعني منيح لا معنويا قبل ماديا. كيف شايف يعني؟ ان شاء الله ربنا يتقدم. يعني في اجهزه ناقصه وكذا، وان شاء الله الله يعينهم ويكملوها. يعني اجهزه قليله الناقص، بس هي هلا اكتمال، لانه هي اجهزه متقدمه. يعني كل جهاز بيعمل 3 حركات. يعني منيح، يعني هاي تمام. زمان كان كل جهاز بجهازه، بس هلا كل جهاز بيعمل 3 حركات. منيح يعني. يعني دعمت المشروع كونك انت مقتنع فيه، ولا انت مهنتك حلا بعيد عن القصه؟ هو طلع، انا زمان كنت العب تايكواندو، يعني انا رياضي من زمان. كنت العب تايكواندو وباسكت بول، يعني جيت رياضه بحبها، والجيم من زمان انا بروح على الجيم، بس مقاطعه فتره، بس ان شاء الله بنعاود نرجع. بس انا لا من رياضي انا. مرحبا ايها الملاكم. اهلا، تحياتي استاذ. هلا الواحد بيصير له شهره يعني الى اسباب، ما هيك؟ انه يربح وكذا. طبعا. جمهور الملاكمه يعني نقول مو مثل الفوتبول بسوريا يعني. ايه طبعا. من زمان بتلعب ملاكمه؟ من اي سنه؟ من 25 سنه. وهلا مدرب؟ مدرب. مدرب، كنت مدرب منتخب سوريا. وصلت اخذت نتائج بطل سوريا وبطل عرب وبطل اسيا بالملاكمه، ومصنف 7 على مستوى العالم. بس 97 حصلت على مركز 7 تصنيف عالمي. إيهاب اليوسف، ذكرياتك بسوريا شايلة معك ولا؟ للأسف والله، أنا ساكن منطقة القابون، والقابون كلها وقعت مع ميدالياتي، مع أشرطة الفيديو، مع كل شيء ذكريات بتخص الملاكمة. هذا الشيء الخاص إلك. نعم. وبالقابون كمان في شيء راح، كنت يعني كمان تهدم وتهبط طبعاً. بالنسبة لك يعني ما عنصف الشيء بالأبون؟ لا. أنت من الأبون؟ أنا من الأبون. جماعة الأبون يا أخي مشهورين بشيء، أي رياضة العلاقة بال يعني بالعاب القوى، بالقوى البدنية ما؟ طبعاً. ويعني بتلاقي أبطال كتير بسوريا من الأبون. من الأبون خرجت أبطال كتير، فايز الرفاعي، حامد الحلبوني، في عنا مدرب جودة جابري مصارعة، وبحمل الأسقال كمان. ما حمل الأسقال كمان فيه، كان عندنا أبطال كتير. ما في غير حمزة شكور، كان الله يرحمه، مظلوم كمان رياضي وبطل. إيه كتير كان في عزم بالنسبة لأبناء الأبون، يعني بتحسون أبضايات. الذكريات هي ما بترجع يعني أشياء هيك. لا والله راح كل شيء، حتى الصور، صور والفيديوهات. الله يرحم الوالد، كان عندي أنا بكل مباراة عندي شريط فيديو، دائما دائما يقول لي لك نزل الشرايط من على السقيفة، ساوي سي دي لحالك مبارياتك كلياتهم على قولة A و A. أولادك هلا يعني بيعرفوا شيء عن الأبون؟ يعني في عندهم؟ لا لا، أنا بنتي جامعية هلا، طلعت بالصف السابع وطلعنا، أنا صلي 6 سنين هون، طلعنا من الـ A. نسيت، ابني كان صغير وابني الثاني كان صغير، ما حدا بيعرف شيء عن الأبون يعني. يعني انت وقت بتطلع فيهم يعني بتحس انه هن نسيوا، وصعب الواحد ما في حدا بينسى بلده، ما في حدا بينسى بلده او بيته او حاله. ما بيسالوا نحن كيف وكنا ايامات، بنشوف صور بنشوف كذا، ايه انا بتذكر هون كنت العب على البسكليت، انا كذا، عرفت شلون؟ وطن هذا، واغلى من الوطن ما في. اي فروع بلده بيمرق بالابون؟ في نهر نهر يزيد. يزيد ايه بيمرق من الابون. اهلا وسهلا فيك. اهلين استاذ، الله يسلمك. نعم. شو كم مره صرت طالع معه؟ عم اقول له انه اللي حاط ايده على خده يعني في شيء يلي كذا يعني. انت اول ما اجيت حكيت يعني راسك شو في؟ انا بحك راسي كثير ورا كل حكيت راس في شيء جديد بده يصير. هلا بعد خبرتك مؤيد ريحاوي يعني موجود بتركيا عمليا وباسطنبول، هو اللي
من الناس النشيطين على انه يساوي شيء له علاقة بالرياضة. عم نشتغل شيء نطمح انه يكون موجود بسوريا. تمام، بسوريا ما في هالمجالات هي. بسوريا انت محطوط بحلقة هالقد، عرفت كيف؟ اذا ما بتطعمي التسعة ما بتاكل العشرة، يعني في احلام العشرة كمان ما بدهم اياك، يعني ما بدهم يتطوروا بالرياضة بسوريا. انت بتحلم دائما وحلمك يعني شايفه قدامك. جربت اكثر من مرة وصار في عصلجة. تمام، اتحاد كرة كذا أكاديمية اشتغلنا، قدمنا عروض للاتحاد السوري، قدمنا عروض للأندية، طلعنا لهون كمان قدمنا عروض، آخرها كان موضوع المدرب الأجنبي، قدمنا لهم فوق 7-8 سيفيات كلياتهم مدربين كبار، من بينيتو فلورولا، جون توشاك، لسيدكا، لفابيو لوبيز، يعني أسماء كتير كبيرة. بالآخر الاتحاد السوري لا، بدنا ناخد والله اشتنجة. طيب شو تاريخ اشتنجة؟ شتنجي تاريخه صار معروف لدى الجميع، يعني مستلم المنتخب صار له بحدود يمكن 3-4 شهور. هلا هو انت رح تفوتنا بالحيط. ايه؟ على هلا بجوز في حدا من المشاهدين بيقول ليش يعني محموك؟ ليش محموك؟ لانه نحن سوريين بالنهايه، يعني انت كثير بحس بقلبك انه تشوف والله منتخب سنغافوره صار متطور، قرغيزستان تفوز عليك، تتعادل مع عمان، يعني تحقق نتائج سلبيه انت صرت. هلا بعد كل التجارب انت كانك بدك تفش خلقكم بهذا المشروع. مو بدي فش خلق هذا المشروع، هذا المشروع ما هو فشة خلق، هو مشروع رياضي متكامل. نحن عندنا أكاديمية سوكر تي اب تو سبورت، هي أكاديمية كرة قدم، اليوم وسعنا المجال صرنا أكاديمية كرة قدم، لها مركز رياضي للقوة البدنية، بالإضافة للعبة الملاكمة اللي دخلناها على الخط، لعبة بناء الأجسام، يعني ما نعمل نحن اتحاد رياضي مصغر خاص. عرفت شلون؟ لا ينتمي لأي جهة، اتحاد رياضي خاص. هذا الاتحاد الرياضي إن شاء الله بتستفاد منه العالم بالنهاية. إن شاء الله بيكون مركز انطلاق لشي منتخب سوري هيك يكون. إذا بدك تطلع أنت، نحن هلا هي الصالة اللي عم يشوفوها المتابعين، يعني هي صالة نحن أخذناها أنقاض فينا نقول، عرفت كيف؟ والسوري هون ما شاء الله حوله. أهلين وياك. والله هو مجلس بينتما حواري، ديوان و... عربي، وأنت ترأسه. نعم الحمد لله، يعني البركة. ثلاثة نساء رجل. نعم. بده حلم قوي، ما بده شوية بدك تلحق هون وهون وهون. والله عم نتناقش بدنا نشوف لوين بدنا نوصل بالنقاش بالحوار. أكثر من مرة قعدتوا حاولتوا؟ يعني مستمرة الحالة يعني. أي والله هو الواحد يعني بيقول مشروع ليشتغل، ما هيك؟ ما عم يفكر اكيد بسيران يعني. لا والله لا بسيران ولا بشي، ان شاء الله على الصيف ان شاء الله. بلقاءاتنا بالبرنامج كتير كانوا يقولوا انه اللي عم نشوفهم السيدات السوريات يعني عملوا بصمة بالغربة يعني. اي والله ما شاء الله. بدك بقى ادارة هيك ترتبهم حتى يقدر ياخذوا منهم اكتر وهن بيستفيدوا. شلون يعني؟ يعني مثلا انت بتلاقي مجموعه من النساء السيدات عندهم اللي بتخيطي اللي بتطبخي اللي يعني حتى منهم بيترجموا حتى منهم تعلموا اللغات. صحيح. تعلموا. صحيح. بدك حدا يعني اللي عنده راس مال صغير او راس مال يعني ما اشبه شيء يقدر يحتوي هذول الناس. مشروع يعني. اي والله هذا ما عم يصير، هذا ما عم يصير يعني. يعني نسأل كتير ما في غير شو والله رايحين على الجمعية. شو بدون الجمعية؟ الجمعية بدون والله يوزعوا ما بعرف إيش. الجمعية عاملة دورة ما بعرف إيش. هي عم تقول لك حتى جمعية. ما في، ما ظل جمعيات ولا شيء، مو مثل أول. السؤال بقى هو حديث يخص السوري بوضعه العام ولا الشيء؟ والله بوضعه العام يعني بنحكي بنتناقش. يعني ما في مشروع شغل او مشروع؟ والله لسه ما في. ايوه ناويين على شيء انتو؟ والله ان شاء الله ان شاء الله. سمعت اسرار. مو معقول حنقول لك الافكار يعني. انا قلت له اياها مو مشكله، بس انه تطلع التلفزيون لبكه. افكار تجاريه هي؟ افكار تجاريه غير هيك يعني. طيب والله هو يعني الواحد بيتمنى لكل السوري انه يتوفقوا ان شاء الله. اي مشروع بيندرس بيزبط. مزبوط. نعم بده شويه حظ بس.
شوية حظ، ما بدك حظ كثير بس شوي. مقتنعين ترضي مثل ما بقول على قولتي العامية، اشتغل بالمقصقص لبين ما يجي اختيار، يعني شوي شوي الإنسان السلم درجة درجة. يعني محاولاتك بتركية أكثر من مرة وما زبطت ولا أمورك بخير ولا؟ لا والله أنا الحمد لله ما حاولت، يعني بالنسبة للشغل وهيك لا ما حاولت ولا يعني ما الحمد لله يعني مكتفية نوعا ما، ما رح لك أنه والله برجوازية بس الحمد لله مستورة. مالك مضطرة في الحمد لله للشباب عم يشتغلوا؟ عندي ولد واحد بس وبنتين. يعني معتمدة على ابنك بيشتغل ومرتب أمور؟ هو بيبعث لي، يعني أنا ما الحمد لله يعني ماني متصرة أني أشتغل و... أفكار في بس ما في دعم مادي، ما في دعم مادي، يعني هات مثلا أي متبرع يعني مثلا نجي لو مثلا بدنا نعمل أخي مشروع طبخ وتوزيع مثلا أو مثلا تعليب، عرفت شنو معلبات يعني مشروع أغذية وهيك شغلات إنه تصدر لبرا، حتى ما في دعم مادي. من وين إحنا يا حصرتي بالألف ليرة؟ في مادة في مصاري في سيولة بس ما في عقل، يعني ما ولا ما في ثقة ولا ما في ثقة. ما فهمت، ما فهمت سؤالك. ما في عقل يعني صاحب رأس المال ما عم يقدر يستثمر، أما قدامه هو المقومات موجودة أنه يربح بس ما عم يرضى. لا لا أكيد أنت ما بتعرف أنت المشروع هذا رح ينجح 100%، في مشروع أنت متيقن منه والله أنه رح ينجح. إذا كل شخص بيفكر على أنه هذا مشروعه من أول ما يبلش فيه ينجح ما بيصير فيه شغل. الدنيا الدنيا يعني فيها اللبس وفيها الطبخ وفيها كل شيء، بس هي موضوع أنه أنا شو المشروع اللي بختاره وأي وقت بدي بلش فيه وشو مراحله وين المكان فبنجح. أما إذا بساوي مطعم وما لي صاحب مصلحة بفشل. اسطنبول مثلا، خذي اسطنبول كل المهن فيها شغالة، بس وقت اللي واحد يفشل في سبب يكون عنده، يعني ما أعرف ولا شايف أنت الأسواق والعجقة والزحمة وما مو طبيعي وما بس عندك مثلاً في مشاريع مثلا مراكز تجميلية، في مشاريع مثلا أخي نعمل ورشة خياطة، نعمل مثلا ورشة ما بدنا مطعم نحن نطبخ ونودي للمطاعم، في كذا فكرة، بس هات وينه الداعم اللي أنت عم تقول عنه ما شفناه نحن. أي هو المشكلة يعني مثلا أنا كثير بعرف ناس إنه شو الدعم بيوزعوا تعو كراتين أغذية مثلا أو تاخذ لك شقفة لحمة، أو نحن ما بدنا نوقف نشحال، نحن بدنا نشتغل بدنا بتعبنا ما بدنا حدا يتحسن علينا. بس الوقت هي ما بتقضي غلط يعني إنه واحد، بس أنت كأنه ناوي على مشروع قوي، يعني ناوي تفوتي فوتك هيك ال ما هيك الهيئة ما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. باينت الجلسه مثمره. ايه الحمد لله ما شاء الله انه ايه نعم. انت جربت عندك مشاريع شاغل قبل ولا كمان انت عم تدور على داعي؟ انا بدي دفشه بس بدي قوه قلب، هي المشاريع بدها مغامره يعني، وان شاء الله الواحد بيوصل لهدفه. يعني الواحد بيبدا بالصغير مشان اذا كانت خسارته درجه درجه مثل ما بيقولوا، يعني ما في طلعه الا ما الا ما في وراها نزله، يعني ما في طلعة إلا في وراها نزلة، وما في نزلة إلا وراها طلعة. الله يعطيكم العافية إن شاء الله موفقين يا رب. هذه القهوة السادة. نعم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وإن ما رحتوا وإن ما جيتوا الله محيي ممشاكم، نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، من ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم، جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، من ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.